إلى أي حد يمكن أن يكون هذا اشتعال في هذا المحور؟ اتفاقية السلام المصرية حينما وقعت برعاية الأمم المتحدة والرعاية الأمريكية، وهناك التزام موثق، وهناك جنود قوات حفظ سلام موجودة في المنطقة دال، وبالتالي الموضوع صعب أن يندلع إلى منطقة صراع. لا نريد أن نخيف الناس، هذه ليست الحادثة الأولى. أذكر منذ عام 1986-87 حادثة سليمان خاطر وغيرها من الحوادث التي رافقت هذه المسألة أو الاستفزازات الإسرائيلية بشكل كبير، تكررت حوادث كثيرة جدا لكنها لم تؤدي إلى أي شيء يمس بشكل أو قريب من بعيد اتفاقية السلام المصرية التي وقعت. زياد معي؟ زياد نعم، زياد أنا معك. أهلا زياد. لو الرواية الإسرائيلية زياد حتى الآن، هل صرح بها الجيش أم الإعلام أم وماذا تقول يعني؟ لا، الرقابة العسكرية الإسرائيلية اضطرت إلى الإفراج عن المعلومات التي كنا تحدثنا بها قبل ساعات على شاشة الحدث. الرواية الإسرائيلية تقول بأن اشتباكا وقع قبل ساعات بين قوة مصرية على ما يبدو من حرس الحدود المصريين وقوة إسرائيلية كانت في منطقة رفح. وفق الرواية الإسرائيلية، القوة المصرية، الجنود المصريون هم من بادروا إلى فتح النار تجاه الجنود الإسرائيليين الذين ردوا. المعلومات أفادت أيضا بأن هناك جنديا مصريا على الأقل ربما قتل في هذا الاشتباك بين الجانبين. المصادر الإسرائيلية أيضا أضافت بأن هناك اتصالات بين الجانبين أمنية حول ما حدث، يجري التحقق من أسباب ما حدث ولماذا حدث هذا الأمر. زياد، كنت أتحدث قبل قليل عن المحور فيلادلفيا نفسه، وجود معبر رفح وأيضا المعبر الآخر الذي دخل في تزويد القطاع بالمساعدات الإنسانية كرم أبو سالم، والوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة بعد ما كنا نتحدث عن الاتياح، يعني هل مكانه أين تحديدا؟ لم تشر المعلومات إلى التفاصيل بدقة أين كان. التقديرات بأنه قريب من معبر رفح. الجيش الإسرائيلي يسيطر أيضا على مقطع من محور فيلادلفيا نحو 3 كيلومترات على ما أعتقد، وبالتالي في تلك من المنطقة. من ناحية البحر جرى زياد أم من ناحية أخرى؟ من ناحية البحر. نعم، وبالتالي هذا الذي أدى إلى ربما أن يكون الجانبان يعني في مقابل الواحد في مقابل الآخر في تلك المنطقة. كما قلت يجري التحقيق الآن في لكن إسرائيل. ليس المعبر زياد، لماذا حدث يعني هذا؟ لو أردنا أنا وأنت نحاول ليس المعبر رفح. نعم. وإنما لا أعرف بالدقة، لهذا أقول أنها في المنطقة الممتدة ما بين المعبر والمقطع الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا. نعم. صلاح الدين. من 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 ناحية البحر وليس من الناحية الأخرى. طيب. صحيح. طيب هنا أيضا أعود مرة أخرى إلى فكرة التأكيدات، يعني التأكيدات أنه على الأقل هناك قتيل من الجنود المصريين وجريح. على الجانب الإسرائيلي في أي جرحى أو قتلى؟ الإسرائيليون نفوا وجود جرحى أو قتلى في صفوف القوى الإسرائيلية، فقط كانت المعلومات أشارت إلى ما تحدثنا عنه. كما قلت أيضا يجري فحص الكاميرات المراقبة، وهذا يدلل على أن الحادث قريب من المعبر، لأن هذه المنطقة فيها كاميرات مراقبة من الاتجاهين. يجري التحقق أيضا من كاميرات المراقبة لفهم طبيعة ما حدث، وإن كان مرتبطا بأي تطور يأتي، لأن ذلك كان على ما يبدو بعيدة مجزرة رفح، وبالتالي الأمر أيضا يفحص في هذا الاتجاه. رغم أن الجانب الإسرائيلي يتحدث أنه تم احتواء هذا الموضوع رغم خطورته. لجنة تقصي حقائق من قبل إسرائيل أو لجنة تحقيق، سميها ما شئت، هكذا يقول إن الإسرائيليين بدأوا. زياد قطع الاتصال، لكن أشير مرة أخرى إلى أن هناك لجنة تقصي حقائق أو لجنة تحقيق الإسرائيليين أعلنوا عنها بشكل أو بآخر. وكرر مرة أخرى للمشاهد الكريم ما قاله زياد بأنه ربما يكون من الجانب
في محور فيلادلفيا القريب من المعبر لكن من البحر، من ناحية البحر في محور، في هذا المحور وهو منطقة موجود فيها كاميرات.